طيب كابتن جمال، جوزبالدو فيريرا الشوط الثاني يبدو كده انه ادار المباراه بمنتهى الذكاء، وبصراحه شديده كده. وانت بتتفرج على المباراه ممكن تقول ايه، مين اللي على الدكه؟ هينزل اوباما ولا هينزل اسلام جابر ولا هينزل ايمن حفني؟ فالراجل فاجئنا ونزل كل الشباب اللي عنده وعملوا حاله للزمالك، عملوا روح، عملوا نفس للزمالك وقدموا شكل رائع جدا. ففيريرا في رايك النهارده ادار المباراه بشكل كويس؟ الشوط الثاني برضو يعني الشوط الثاني انا يعني انا ما اعرفش الشوط الاولاني هل دي كانت التعليمات ولا برضو ده القلق بتاع اللعيبه لما انا غيرت الطريقه فحست اللعيبه انه النهارده الراجل عايز يدافع. انت زي ما لسه كابتن احمد بيتكلم انه عمر السعيد الهجمه كانت بتخلص عند عمر السعيد كمان وهو واقف فين؟ ده ممكن يبقى في نص ملعب لسه الزمالك، مش عند منطقه الجزاء يعني، حتى مش هناك، مش قدام. فدي نقطه اعتقد انه يعني فيريرا ما ينفعش اصلا ان هو يقول كده. فما اعتقدش ان دي كانت تعليمات، دي الحاله بتاعت اللعيبه، وانه الهدف جه في الدقيقه 11 اعتقد او 12، فالتوتر زاد مع الخطا. اللعيبه في الملعب اوريدي مصابه اللي هو عبد الغني والونش، فبرضو اللعيبه ممكن تبقى حاسه انه يعني مش عايزه يبقى المباراه يبقى فيه سكور او هيفي سكور عشان تفتح. فبرضه ابتدى عشان برضه النموذج الدور الاول لسه قدام عينيا، فابتدى لعيبه الزمالك حتى بعد الهدف ابتدوا برضه مصرين على نفس الطريقه. فاعتقد مع التغييرات والتعليمات بتاعت مستر فيريرا الشوط الثاني والجراه اللي هو استخدمها بشكل كبير، هو الراجل عموما دي شخصيته على فكره. يعني الراجل شخصيته مش فارق معاه ماتش، مش فارق معاه انه النهارده اكسب ولا اخسر، المهم ان انا اادي، ومش فارق معاه ان هو يحافظ على اوضه اللبس ويحافظ على شخصيته قدام اللعيبه. والدليل استبعاد سيف الجزيري بالظبط كده، الراجل محتاجه اكيد النهارده وما عندوش غير عمر السعيد، مليون في الميه محتاجه 100%. كان من اللعيبه اللي ممكن يبقى اساسي، اتاخر في السفر انت مش معايا خلاص بالظبط كده. اللعيبه كلها اللي مش ملتزمه مش هيكون ليها مكان، وهو مش يعني مش قلقان من موضوع ان انا اخسر او اكسب او اتعادل، لا مش يعني دي مش في دماغه خالص. هو بيطبق نظام فهو ماشي على النظام ده ايا كانت النتائج. انا عجبني بهرني النهارده يا كابتن احمد انه مدرب جريء بالظبط. اصل هو لو نزل النهارده اوباما واسلام جابر وايمن حفني وخسر، الناس هتقول له ايه؟ ما عندوش غيرهم عندك بالظبط، ما فيش غيرهم، هو مش هيلعب الشباب عشان الشباب ما عندهاش خبره في مباراه زي ديت. هو المدرب قرار بالظبط وجرأه، والجرأه النهارده ساعدته وفادته وودت بلان لنادي الزمالك للمستقبل. ايوه فده مهم جدا، مش يعني بس المستقبل البعيد، المستقبل القريب. الزمالك عنده مشكله في القائمه بتاعته، خلق حاله لنادي الزمالك بالماتش النهارده. انت عندك لعيبه عاوزه تجدد بمبالغ كبيره جدا، صح، وعندك شباب بمبالغ قليله جدا طبعا. يعني في فروق ماليه كبيره جدا وفروق فنيه قليله جدا جدا جدا، صح. والنادي الزمالك عنده مشكله ماليه وعنده لعيبه ولاد طالعين كويسين، فهيحط اكيد استراتيجيه وبلان للفتره الجايه بناء على الماتش بتاع النهارده. فده النجاح، يعني في نجاح النهارده واستفاده كبيره جدا جدا من مباراه